عاد إلى نواكشوط صباح اليوم الفوج الأول من حجاجنا الميامين قادما من المملكة العربية السعودية بعد أداء فريضة الحج لهذا العام. وقد استقبل الفوج الأول في مطار نواكشوط الدولي التونسي من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. على متن هذه الطائرة التي حطت الرحالة في مطار نواكشوط الدولي التونسي عاد الطلائع وفاج حجاجنا الميامين. إنه الفوج الأول الذي يضم 500 حاج يعود إلى أرض الوطن بعد أن أنعم الله عليه بأداء ركن من أعظم أركان الإسلام. الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد كومبي إدريسا كان حريصا على أن يكون حاضرا لهذه اللحظة، حيث استمع من الحجاج القادمين من الديار المقدسة إلى ظروف العامة للحج في هذا الموسم. حجاج يحملون فرحتين، الأولى فرحتهم بأداء حج مبرور، والثانية هي فرحتهم بالعودة إلى الوطن والأهالي والأحبة الذين كانوا في استقبالهم، فكانت المشاعر كلها يجمعها الحمد والثناء والدعاء. الموريتانية التقت بعض هؤلاء حيث عبروا عن الأجواء العامة للحج. ما شاء الله كان حج زين تبارك الله، وكان فيه قدر من الأمور اللي طيبة ما شاء الله ونقصوا أغلب حاله اللي جلام وفوضوية نحن الموريتانيين، وذاك أصلا قاع في البيئة ومعنا بعد الحمد لله نقولون بعد الدولة ما قصرت. أحوال زينة تبارك الله وهنية، واللي جينا الحد ما بشر بينا وتلقانا مرحوس. إن شاء الله عدلنا حج زينة، ما جبرنا أي مشكلة ولا تمشي ولا ترجع، كامل متناومة وعلى الطريقة زينة. جينا حج زين، لا رينا مشاكل الحمد لله، وكل شيء متيسر، نقل متيسر، الزحمة الحمد لله خالقة فعلا. مشاكل بعض من الحجاج جبروا مشاكل، وما بعد معني بها عن تقصر ولا شيء من الزحمة ومن الناس التكاثر، تعرفوا شيء خلق النقل ما تلقى خالق، وبالتالي ما رينا بعد شيء كذا الحمد لله. لا نحن الموريتاني ما نمتلمته الرنق، ما نحترمه، لا نحترم أم الدولة فتبارك الله، عدة العنة السكن فتبارك الله، والنقل فتبارك الله، ولوكيل تم قاعد لين يجيك وكيلك ويجيك غداك ويجيك صبوحك ويجيك عشاك، على مولا نحق والمن ينشر اللي لها عدته واللي مشقر. لا نحن ما نمتلمه. الأمور كاملة إن شاء الله بخير، حجة كانت إن شاء الله على المستوى، والسنة ما خلقت فيها أي كارثة، سمعت الحمد لله. هذا وقد اتخذت السلطات المعنية لهذا الموسم العديد من الإجراءات الأساسية التي ساهمت في توفير الأجواء المناسبة لحجاجنا الميامين، ومن المتضرر أن يتواصل وصول بقية الأفواج خلال الأيام المقبلة. إلى ولاية البراكنة حيث أشرفت وزيرة الإسكان والعمران